أقضي وقتي بالبيت. ماما مش بس بنلعب بها الألعاب، غير اتنين يعني لعبتين إلهم شعر. أهلي كانوا معن ولا من صار شي، مشان هيك عم فكر لا هيك أنت صغيرة. أنا لا يا مد، ما في أكل عنا، بيكون أمي بتطبخ لنا أو شوربة أو معكرونة قليل. ما مع أمي ما صار كتير. قلت لها أنا صحتني صغيرة وما بقدر أكل الجواز. أنا بحب أدرس وما ضل بالبيت، وبحب دراستي أحلى، بحب صير معلمة بدرس أولاد، بعلم بالمركز مدرسة يعني خاصة. بحب أهلي، ما بحب أمي، ما بتعيشنا وبتحب بتبسطنا كتير. أمي ما بتخلي حدا يدقرنا.